خلوني دقيقه باش عندي نتكلم. لا ما يسالش اولا، وبالتالي نحب نذكر للسياسيين وانه كندا بالذات في الانتخابات نتاع 23 اكتوبر رفضت حتى تقسيم افتراضي في الانتخابات، انه الكندا رفضت باش الانتخابات تقسيم افتراضي باش تقع الانتخابات، كندا رفضتها. وهذا خليه للسياسيين بتصور معناه الدول تحافظ على السيادة متاعها مش كما نحن، فهمت ولا؟ ثم المشكلة تو نحن نحكوا على الفساد في ستاغ وحكاية هذه اس ان سي لافالا والا اللي جبتوها المرة الفاتت في ألستام. يا سيدي هذه حكاية فارغة خلاص، أم هاو الفساد بالضبط. هي الشركة الأمريكية الخليجية التي تدمر الآن ستاغ وزجت بها في نفق مظلم وضخمت في مبالغ فواتير استهلاك الغاز. هذه الشركة الأمريكية ثم الخليجية هي شركة قرطاج للكهرباء ذات التسمية الإنجليزية كارتاج باور كومباني، والتي يعود تاريخ نشأتها إلى 10 جوان 1999، بيد أن تقديمها يمكن في أنها قسمت ظهر أستاغ. وهذه الشركة ذات الأصول الأمريكية بنسبة أسهم تعادل ب 60%، حيث بيعت أسهمها إلى شركة بي تي يو القطرية من قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين، و 40% لشركة الطاقة اليابانية ما روبيني بمثابة الآلة الحادة التي قسمت شوكة ستاغ وظهر الدولة التونسية في احتكارها لإنتاج الكهرباء والغاز. يعني السؤال اللي يلزم نطرحوه الآن، هذه الكل فهمتوا لا كسوس وألستوم ولا الأخرى، يجب علينا أن نحل هذه الأسئلة. أولا، ما دخل الأمريكان والخليجيين في مبالغ فواتير استهلاك الكهرباء والغاز؟ ومن أين أتت هذه الشركة؟ من أين أتت هذه الشركة؟ وما علاقتها بالشركة التونسية للكهرباء والغاز؟ وكيف انتصبت؟ وأي دور لها في تدني خدمات ستاغ وتلاعبت بدورها في إنتاج الكهرباء والغاز؟ هذا السؤال الرئيسي اللي يلزمنا، فهمتوا لا، معناها لو نو غورديان دو بروبليم ماهيش هاي جات اس ان سي لافالا والا الستوم ولا شيبوب ادى ولا مداش، هو فهمتوا لا قضيه كارتاج باور كومباني. لو تسمح فهمتوا لا، لو كانت تخليني نتكلم على هذه الشركه سوف ينتحر هؤلاء كما مهدي جمعه ولا غيره ولا غيره، فهمت؟ للحكومه الحاليه لا عندي الحق، لانه مهدي جمعه اتى لتعويم هذه المشكله وقت اللي سمى بي دي جي من رموز الفساد بندالي، فهمت ولا؟ هذايا الكامب اللي طاب، فهمت ولا؟ مدير عام، فهمت ولا؟ هذايا فهمت ولا؟ باش يتكي على هالعقود كلها والواحد. هو من غير تجريح، غير تجريح على خويا، حقيقه من غير تجريح على خويا. الحقيقه في تونس كيف اتت؟ يلزم بحث التونسي كلهم. خلينا من اسان سي لافالا وخلينا من الالستام، اما يلزم التوانسه يعرفوا هالشريكه الامريكيه اللي ولت معناها باش ارتهلوا التوانسه ولوا تحت قطريين وخليجيين ورانا ماشيين لتركيا. والله العظيم يا توانسه نحن تو باهي نعطيك المشروع نتاع اللزمه، تم امضاء اتفاقيه اللزمه في 24 اي لزمه وقعت، فهمت ولا؟ الصفقه هذه تم امضاء اتفاقيه اللزمه في 24 مارس 1999، وتكفلت باداره المشروع شركه كارتاج للكهرباء. شكون وراها؟ شكون وقدر اني نقول لك نعم نعم شكون الشركه هذه؟ اولا الشركه الامريكيه هذه الابرمة اللزمه، خليني نقول لك تعرف كيف جات الساعه، اصطحبت معها 14 محامي امريكا مختص في القانون وقانون الصفقات، بينما الطرف التونسي تعمد تغييب المستشارين والمحامين وحصر المفاوضات في عديد من الفنيين من ميدان الكهرباء.
ترأسهم مدير طاقة بوزارة الصناعة. اللي هو شكون؟ بحث عليه عام 99 شكون هو بمتلا المدير نتاع طاقة؟ راهو تعرف بس. نعم كيما جابوا توا بنديلي، لأنه جيت بنديلي رئيس مدير عام، تو تشوف الكل تتقطع الأمور وكل. خليني أكمل لك. أشخاص جربوا ربيع حضور الرئيس المدير العام للستاج زمانها، يلزم تعرفوا اللي هو اللي تكلمت عليه هنا توا. هل وقع في مشكلة؟ سعدان بن عارفة هذا يلزم محاكمته الرجل هذا. تو يعطيك كل شيء. لا مش حاكموه راهو. من المستحيل باش أمبير هالشركة هذية مش تخوصص الشركة فهمتي ولا التونسية الكهرباء اللي هي مكسب فهمتي ولا عملناه. وكان نحكي لك كيفاش فهمتي ولا معناها تاريخ ستيك وهو تأميم لعدة شركات فهمتي ولا. هذا هو اللي تاريخ الكفاءات. اي خليني نزيد نكمل لك يا عايشك. أثناء إعداد الاتفاقية في غفلة من الطرف التونسي الجاهل بجهله، تمكن الطرف الأمريكي من اعتماد إملاءاته وشروطه وفرضه على مفوضيه، وهو ما اعتبر زمنها خيانة في حق البلد. أي هي هالشركة الأمريكية ذي خيانة في حق الدولة التونسية والشعب التونسي. خليني نكمل لك. وإن عقد اللزمة كان في اتجاه واحد، لم يراعي خلالها مصلحة البلاد والعباد. تو الفوترة ولا الفاتير التقديرية هذه هذه يا سيدي الكونسيكونس نتاعها فهمتي ولا الفوترة واللي جبت تحكي فيها كل على المواطن. لأنك نشوف أنت في الميزانية 2014 جهل وزير المالية واللي يقول لك وزير الصناعة، لأنه حكاية الطاقة هانا عملنا دراسة. أخذر أنت وزير المالية، وزير المالية كيفاش تحدث؟ يعني فهمتي ولا يا ودي أنا ما نحترمهمش فخفخ ولا غيره. هاني نكلمك لأنه أنا شعبي تدمر قبل ما تقول لي احترم الفخفاخ. أنا الفخفاخ نتاعك شكون جابه الفخفاخ؟ فهمت؟ فغياب رجال القانون في امتلاء من ابناء البلد سهل المؤامرة الخسيسة التي حيك بليل في كواليس وزارة الصناعة. اولا نقول لك حاجة، هذه مؤامرة كبيرة في امتلاء الكارتاج باور كومباني هذية. انا اتتجه الى الشعب التونسي كله، تركب الناس بالكيران كلها ويجول في امتلاء هالشركة الامريكية ذي الموجودة في رادس. هذا السل ويلزم قبل كل شيء. تهيش في الناس على نعم. انا مانيش فهمت ولا نكلم فيك حاجه مانيش نمل. بالنسبه لشيبوب ولا بن عيسى، بن عيسى الساعه قبل كل شيء، لا ماهوش فرق بعيد بينه وبين مهدي بن جمعه. لا رجاء نقول لك حاجه، هذا نقول لك انت رجاك ولا تقول لك جرب الفعل. وعلى الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. موائد المطاعم فهمت الكهرباء والغاز كانت اللزمه فهمت لا درجة هذي. أتم خليني نكلمك يبارك فيك. أشرب كاس ماخ نعطي سعد باص نرجع لك. خذ نفس نحاولوا